المتميزين اللي بيشتغلوا معاك في فيوتشر طبعا في مودرن طبعا سبورت لهم كل الاحترام والتقدير. أشكرك. النهارده رومونتادا ولا اروع، نتيجه محترمه، معسكر بسم الله ما شاء الله بتخططوا انت والدكتور وليد بشكل كويس جدا، واديتهم الاسماعيليه عملوا كامب صغير كده قدرتوا فيه ترجعوا لنقطه نظام. انت ما كانش في يعني كان النظام كان موجود بس في نقطه نظام زي ما قال الكابتن طلعت يوسف النهارده بعد المباراه. الحقيقه انت عارف طبعا الكابتن طلعت جه في وقت صعب جدا، تغيير كابتن تامر كان جاي في ماتشات صعبه، كان عندك مصري وانبي وزمالك وما كانش في فرصه حتى الراحه او ان هو ياخد بريك يتعرف على اللعيبه اكتر، ممكن يعمل بعض التغييرات. فلقينا ان الفتره الاخيره خدنا اللعيبه في الاسماعيليه، اشكر الدكتور ريد وافق على المعسكر وكان يعني لعبنا مره واحده مع الداخليه جرب فيها كل اللعيبه، واعتقد النهارده حتى الناس شافت لعيبه في اماكن مختلفه. النهارده ايبا كان بيلعب مهاجم، عاده ايبا بيلعب طرف. تمام. النهارده الحاج باري، بعد انت عارف الحاج باري كان مصاب اصابه كبيره بقاله فتره طبعا. لا بس اللي بالنسبه لي اكتشاف جديد جوناثان ده لعيب كبير يا جماعه، اللي ما يعرفش جوناثان لعيب كبير قوي، ولما اتغير مركزه بقى هداف ومؤثر جدا جدا معاكم في الفرقه. لا هو لعيب كبير، هو يعني طبعًا. الراجل بصراحه الموسم عامل موسم كبير جدا، تقريبا واخد اكتر من 3-4 مرات مان اوف ذا ماتش ومؤثر جدا يعني. فلا الحمد لله، ويعني الدنيا ماشيه كويس جدا، بدانا ناخد ترتيب كويس جدا كان المعتاد عليه في فيوتشر. النهارده ماتش النهارده وداك للمركز السادس، ولينا ماتش تقريبا متاجل كمان، ويعني هننهي ان شاء الله بشكل كويس، واحنا متفائلين ان شاء الله. خلي بالك انت بينك وبين المربع الذهبي ماتش او اثنين تبقى في المربع الذهبي، وده عاده دايما مودرن فيوتشر متعودين عليها دايما في الفتره اللي فاتت. بالنسبه لك فتره التوقف استفدت منها، ولا انت شايف انها برضه فتره فيها اللعيبه بعيد عن مباراه الدوري؟ بالعكس، انا في رايي الشخصي يعني احنا استفدنا جدا، لان كابتن طلعت كان محتاج يقرب من اللعيبه اكتر، كان محتاج ان هو يشوف حاجات معينه اكتر عشان يبقى عارف الكروت بتاعته يقدر يستخدمها في وقت معين، واعتقد ده بيبدا بيجيب ثماره بالماتش ده، وان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله. انا عارف انك مسافر مش عايز اعطلك، بس انا عايز بس اقول ان يعني مودرن فيوتشر او مودرن سبورت بقى في مسماه الجديد عامل مبنى محترم جدا يليق بقيمه وقامه الدكتور وليد دعبس والقائمين على الاداره، ان شاء الله يفتتحوه قريبا. شايف يعني كل سبل الراحه والنادي على اعلى مستوى، ده بيخليكم تبصوا على ايه في الفتره الجايه كابتن هيثم؟ والله بص، طبعا انا مش حابب اتكلم على موضوع المبنى، لان الامانه الدكتور وليد الفكره كانت بتاعته، فانا يعني هديله مساحه كامله ان هو كمان اكيد هيكون في افتتاح له. لكن حاجه لما ان شاء الله نتشرف نبقى موجودين معاكم في الافتتاح. طبعا نتشرف طبعا. هتبقى حاجه مشرفه ان في نادي في مصر بالامكانيات دي، الراجل بيعمل بروجكت بيبص لقدام، عايز يريح اللعيبه، عايز يريح الجميع، مكان فيه كل الفاسيلتي اللي ممكن تحتاجها كفريق كوره. وحاجه انتوا لما تشوفوها، انا مش عايز اتكلم كتير، بس هتعرف يعني فعلا المجهود اللي اتبذل في حاجه زي كده، وان شاء الله يكون ده كمان ياثر نفسيا على اللعيبه ويعرف المنظومه اللي هم شغالين فيها بتفكر ازاي قدام. فان شاء الله خير ان شاء الله خير. اخيرا اخر سؤال جوناثان، هل هناك عروض للنجم جوناثان بعد تالقه؟ اللافت للنظر، هو متالق من اول ما جه فيوتشر، بس اللافت للنظر في الفتره الاخيره صعب الكلام على حاجه. لا يعني دلوقتي انت لسه بتتكلم قدامنا 12-13 ماتش، فصعب نتكلم على صفقات دلوقتي مين هيمشي ومين هيقعد، لكن انت قلت اللي فيها، الراجل لافت للنظر بشكل أكيد. يعني أكيد. واضح وصريح، فخلينا نشوف. ولاعب ملتزم جدا، بروفيشنال. لا هو ممكن تقول عليه بروفيشنال بلاي، هو من اللعيبه اللي انت كده اجابتك وصلت. بس طب اقول لك حاجه، يعني اسمح لي بقى، انا قلتها بصراحه في حلقه من الحلقات، قلت لو النادي الاهلي بيفكر يبقى عنده مش بديل معلول، لاعب على مستوى معلول، هيبقى جوناثان لاعب مودرن فيوتشر. انت مش سهل واخدني في سكه مش صح. وانت طب قول لي بس الاول، انت مسافر فين؟ مسافر امريكا ولا مسافر فين؟ لا انا والدي وحشني، راح المنصوره وابص عليه كده، سلم لنا عليه وسلنا ايديه، وانت عارف انت حبيبي واخويا وعشره عمر وتاريخ، وبفرح دايما. انا ما كانش عندي حظ ان انا الحقك في فيوتشر، بس يعني ربنا يوفقك ان شاء الله، يشرفنا ونتجمع على خير ان شاء الله. كابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرن فيوتشر، بشكرك شكرا جزيلا. فعلا يمكن من اسبوع او اسبوعين زمايلي في الاعداد رائد وفاروق بيقولوا لي اسالوا على عروض لطبعا جوناثان. يا جماعه انا قعدت معاه سنتين في فيوتشر، واحد من اللعيبه الملتزمه الى اقصى درجه.
لعيب في الملعب تثق فيه وتثق في قدراته، لعيب كمان لما غير مركزه وجي حد مكانه في الباك باك شمال هو تقدم طرف او تحت راسين حربه، لا لعيب مميز. وخلي بالك جونسيا كان اساسي في امم افريقيا 2017 مع الكاميرون، لا لعيب كبير. الاهلي لو بيفكر، وعلاقته الوطيده ما بين الدكتور وليد دعبس والكابتن محمود الخطيب، ولو بيفكر في حد في مستوى معلول او قريب في معلول 80% او 90% او مش عايز اقول 100% عشان بس الجماهير الاهلاويه يقول لك لا في مقارنه كبيره، لا جوناثان لعيب اضافه كبيره جدا جدا لاي فريق يروح.